الإنسانية. فأول جمال الأولاد معرفة النور العظيم الهادي وصحة الإيمان والإقرار بكل ما صح عن المختار. ثم مثل الصلاة فهي ركن الدين فلا يمل عن هدي المبين. كذا بقية العبادات التي أثبتها في الشرع خير المثبت. فكل من قد حسنت عبادته من دون شك كملت سعادته. وكل ما فرط في الإطاعة لربه لا ترتج انتفاعا. ثم عليهم ذمة ودينا أن يصبح العبد لهم مصونا ويهجر صحبة كل فاسق فإنها من أقبح الطرائق. والعرض للمرء إذا ما دنس فليس من بين الأنام ينتسى بل دائما إلى بلوغ الشيب يعيب الناس بذاك العيب. ثم من الذي من الغلمان أن يعجر صنائع النقصان كالسارقات وفعال الإثم وكل أمر مورث للوم. والضابط